أهلا وسهلا معنا، والله نشكر إخواتنا من دولة مصر العربية، ونتمنى لكم يعني زيارة إن شاء الله مفرغة، ونسمع منكم يعني كل خير، ومن الشعب المصري، ونسمع عن طريق الدعوة، وكلنا طريقنا للدعوة إلى الله إن شاء الله. وزي ما قال شيخنا أشرف، إن شعب النيل ونحن كلنا شعب واحد، وزي ما أنتم بتحبونا إحنا بنحبكم، لأننا شعب كلنا شعب النيل. وزي ما قالوا زي ما لا الليله والامس، انما من سنين عده ان شاء الله. وزي ما انتم زرتونا باذن الله نزوركم، ونتمنى ان يكون في يعني في دورات تدريبيه بين مصر والسودان، وان شاء الله ما يحصل لنا خير. ونتمنى انه نتشرف بالمعرض، يعني اول شيء نتعرف، يعني ما تعرفنا انتم على اساميكم وين، وبعدها مفيد باذن الله ان شاء الله. اهلا وسهلا، تشرفنا. طب اسم بقى حضرتك؟ سلمى عبد الحميد دول بيض، الشؤون الدينيه والغوف، مسؤوله دور المؤمنات. مسؤوله دور المؤمنات. ما شاء الله ما شاء الله، اهلا وسهلا.